نعم، مساء الخير زينة. القطاعات المحررة حققت اليوم تقدما واسعا في منطقة الصوفية، ولم يبقى إلا القليل منها في منطقة البغانم وأطراف البسودة المحاذية لمنطقة السورة. اليوم قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب التقت مع القطاعات المتجحفلة في المناطق المتطرفة من البغانم والبسودة القريبة من السورة الفاصلة ما بين السجارية والصوفية. اليوم أيضا الفرقة الثامنة لواء المغاوير بالتحديد شن هجوما في تمام الساعة 11 صباحا على منطقة السورة، واستطاع اقتحام هذه المنطقة وتكبيد داعش خسائر فادحة. الآن المسلحون محاصرون في أطراف الصوفية من جانب وفي السجارية، قطعات الجيش في السورة وجهاز مكافحة الإرهاب على مشارف البغانم لا مفر لهم. زينة، ينضم معي اللواء الركن صباح العزاوي قائد فرقة مشاهد 16 ليطلعنا على أهم سير العمليات العسكرية. مساء الخير سيادة اللواء، أين وصلت العمليات العسكرية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم كان عمل فرقة 16 في عدة محاور، نبدأ من المحور الشرقي حيث اشترك لواء المشاهد 73 الفرقة 16 بتطهير منطقة السورة ومنطقة البسودة. قبل ساعة ونص خبرني أمر اللواء وأخبرني بأنه هو الآن في منطقة البسودة في تقاطع الصوفية بالتلاحم مع جهاز مكافحة الإرهاب. ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة؟ هذه المناطق حقيقة هي استكمال لتطهير مدينة الرمادي باتجاه الشرق لعملية التطهير وإكمال الإطباق على المدينة وتحريرها من داعش. هل هناك تعزيزات من المحتمل أن تصل لداعش من السجارية باتجاه الصوفية، أم أن هذه العملية حدت من وصول هذه التعزيزات؟ حقيقة هاي العملية قطعت الطريق على التعزيزات، ومع ذلك أنه قطعاتنا العسكرية مستعدة لأداء الواجبات ومستعدة لمقاتلة داعش حتى مع وصول أي تعزيزات له. سيادة اللواء، هناك محور آخر في البعثة المحاذي للصوفية والسورة، أين وصلت العمليات هناك؟ هذا المحور حقيقة جهاز مكافحة الإرهاب هو اللي يطهر به، ووصلوا إلى مراحل متقدمة أيضا في المحور الشرقي. الكادر الهندسي اليوم متجحفل في الصوفية والسورة وفي مناطق غرب الرمادي، أهم إنجازاتكم هذا اليوم؟ بالإضافة إلى اشتراك كتيبة هندسة ميدان فرقة 16 في العمليات القتالية الجارية داخل المدينة مع جهاز مكافحة الإرهاب ومع لواء 73 الفرقة 16، اليوم تم افتتاح جسر القاسم من قبل السيد رئيس أركان الجيش بعد أن تم إكمال تسييره من قبل كتيبة هندسة ميدان فرقة 16 وكذلك مديرية الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، والآن القطاعات العسكرية تسلك هذا الجسر ذهابا وإيابا. بالنسبة للجانب الإنساني للعوائل، هل تم إنقاذ، إخلاء، تفكيك سواتر ترابية ملغمة، إخراج العوائل من البيوت؟ احنا حقيقة الهندسة العسكرية التابعة لفرقة 16 تعمل في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول هو تطهير الطرق للسماح للعمليات العسكرية بالتقدم باتجاه المدينة. الاتجاه الثاني هو تطهير البنايات والبيوت من العبوات الناسفة، والاتجاه الثالث هو كان واجبنا جسر القاسم. نحن في فرقة 16 كان أيضا عندنا عمل بالاتجاه الغربي، تم تطهير منطقة البريشة بالكامل، وتم تطهير أكثر من 60% من البنايات الملغمة، وكذلك من قبل لواء 76 فرقة 16 وكذلك لواء 92 فرقة 16، تقدم باتجاه القرية العصرية، والآن هو مشرف على القرية العصرية، وتم قطع الإمدادات عن داعش والوصول إلى الزنقورة. شكرا جزيلا سيادة اللواء. شكرا جزيلا، وعودة إليك زينة. أما بالنسبة للمناطق الغربية فتكاد العمليات والضربات الجوية مستمرة على تجمعات داعش في وادي حوران القريبة من راوة والقائم، وقد حققت أهداف مهمة وإصابات. هناك أرتال قادمة باتجاه حديثة ولكن أعطبت قبل ساعات بقصف من طيران الجيش وطيران القوة الجوية. نعم
نعم، كنت معي مباشرة من الرمادي من محافظة الأنبار مراسلنا عمر العبيدي، شكرا لك ولضيفك الكريم، حاولوا تأمين أنفسكم قدر المستطاع.